بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، تفضل على عباده بما سخر لهم من مخلوقاته. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير خلقه وخاتم رسله، بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم، ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فجزاه الله عن دينه وعن أمته خير ما يجزي به نبياً عن أمته ودينه. أيها المستمع الكريم، اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، بل هي في طليعة الأموال الزكوية، فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبه في شأنها وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها، وبعث صلى الله عليه وسلم السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين: الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل لا للعمل، لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، فاحتملت المواساة. الشرط الثاني أن تكون سائمة، أي راعية من الكلأ حولا كاملا أو أكثر الحول، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والسوم الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب يعلفها صاحبها بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره. وإذا توفرت الشروط وجب في كل 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، كما دل على ذلك السنة والإجماع. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت، أي حملت. وليس كون أمها ماخضا شرط، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها، فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبون، لحديث أنس: فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر. رواه أبو داود. ويأتي بيان معنى ابن اللبون. فإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون، لحديث أنس، وفيه: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، كما دل على ذلك الإجماع. وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطا لكنه تعريف لها بالغالب. فإذا بلغت الإبل 46 وجب فيها حقة، وهي ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل، واستحقت أن يحمل عليها وتركب. فإذا بلغت الإبل 61 وجب فيها جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع، أي يسقط سنها. والدليل على وجوب الحقة في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح وغيره من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. وقد أجمع العلماء على ذلك، فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنتا لبون 2، الحديث الصحيح، وفيه: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان، للحديث الصحيح الذي جاء فيه: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل، وللإجماع على ذلك. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة وجب فيها 3 بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: فإذا زادت على 20 و100
ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، ثم يجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. أيها المستمع الكريم، وأما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. في الصحيح عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، رواه أحمد والترمذي. فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المسرح، ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30، فإذا بلغ مجموع البقر 40 بقرة وجب فيها بقرة مسنة وهي ما تم لها سنتان، لحديث معاذ قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة، والمسنة هي التي صارت ثنية، سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية. أيها المستمع الكريم، وإلى الحلقة القادمة لنواصل معك الحديث في أحكام الزكاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.